كميه بوف بيستري هذا بكون جاهز موجود بالسوبر ماركت، 4 ملاعق كبيره سمسم، 4 ملاعق كبيره سماء، 4 ملاعق كبيره بارميزان، و4 ملاعق كبيره زعتر ناشف، و4 ملاعق كبيره زبده. هلا نحن بنقدر نعمل هيك انه بنقدر اذا بتكونش تحطوا زبده وبتكون تخففوا تمام، نقدر ندهنها شويه مي او شويه حليب. لانه هي اصلا مليانه زبده يعني. هي مليانه زبده، فبقول انه انا من باب التخفيف، بس هم يعني ليش تطلع مع الناس زاكي كثير؟ لانه بكونوا دهنينها زبده، عرفتي كيف؟ هلا بس اجيب. ايوه انت شو ناويه تدهني هلا؟ انا لا بدي ادهنها مي. مي او حليب ما بتفرق، هلا بندهن مي، ايش بتحبي نحط هلا سماء؟ يلا نحط سماء. يعني انت حطيتي عليها كلها؟ بنحط عليها كلها. اوكي اللي بدك تحطيه يعني. في ناس اذا بدهم اسهل لهم يعني، انا بحب اعملهم ستيكس صغار قصار عشان الواحد ياكل على راحته يعني، تكون طويله ما تكون طويله كثير، تكون مزعجه. هلا في طريقتين، يا يعني بنعملها هيك هيك، ونعملها التويست اللفه اوكي، وبنحطها ولا شيء يا جماعه طلعت الممالح بدهاش شيء. او في ناس بحبوا، شوف انا عامله مربعات وعامله طويل، في ناس بس بيقطعوها هيك وبكلوها لقم زي اللي انت شايفتيها. يا عيني.